قرر عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف ثنائي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي تعليق حذائهم بعد مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات مع المارد الأحمر، وخاض الثنائي العديد من التحديات والبطولات الكبرى رفقة المارد الأحمر، ويأتي على رأسها بطولة كأس العالم للأندية إضافة إلى حصدهم بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والبطولة العربية للأندية، وذلك إضافة إلى البطولات المحلية وهي الدوري الممتاز وكأس مصر. وفضل الثنائي الخروج من الباب الكبير عقب حصد لقب الدوري الممتاز مع الشياطين الحمر بعد الفوز على الغريب التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة والاكتفاء بالفترة التي خاضاها بقميص بطل إفريقيا. كما كان للثنائي بصمة كبيرة وواضحة رفقة منتخبنا الوطني في كافة البطولات والأحداث الكبرى، سواء على مستوى بطولات إفريقيا أو بطولات العالم أو كؤوس العالم أو الأولمبياد، وهو أكبر حدث في تاريخ أي رياضي. وأشاد زملاء الثنائي بمسيرتهما الكبيرة داخل جدران القلعة الحمراء، وأنهما كانا مثالا يحتذى به لجميع اللاعبين الصاعدين والناشئين بسبب إخلاصهم في أداء التدريبات والمباريات بشكل وروح واحدة تنم على احترافيتهما. وجاور الثنائي العديد من الأسماء الرنانة في عالم الكرة الطائرة، وسيبدأ الثنائي خلال قادم الأيام التفكير في المرحلة المقبلة سواء بدراسة الجوانب الفنية أو الإدارية للالتحاق بها وخدمة الكيان الأحمر.